زيان. محمد بن مليح امين ارباب المقاهي مهدية الشاطئ ورئيس جمعية التضامن لتنمية شاطئ مهدية. هاد الاشغال اللي تنشوفوا هاد التهيئة ديال هاد لاكورنيش بدات هادي 3 شهور وكنا فرحانين بالتهيئة ديال هاد لاكورنيش وداكو سبق ليا في القناة الأولى عبرنا على الاجتياح ديالنا والفرحة ديالنا بهاد التهيئة، ولكن على حساب اللوحة اللي دايرين أنه غيساليو الأشغال في 30 جوان وحنايا دابا في 5 جويلي ومازال الأشغال خدامة، بمعنى أنه هاد الأشغال ما غتساليش هاد الصيف هذا وحنا رحنا متضررين من هاد الأشغال هادي. تنطلبوا داك الجهة اللي قايمة بهاد الأشغال تصل بهاد أرباب المقاهي اللي في الواجهة تشوف معاهم حل بالنسبة للتعويض أو لا داك المسألة ديال يعطيونا وثيقة باش يعفيونا من الضرائب، المهم يلقاو معنا شي حل باش يمكن دا حتى حنايا نكملوا داك العمل ديالنا في سمسمة، وإلا ما كان شيء ديك الساعة غنكونوا مضطرين باش أننا نديروا إغلاق ونتوجهوا للمحاكم. ديك الطريق اللي مسدودة ما اللي غادي نحاولوا نتخلصوا. لا راه كاين سونس انترنيت داك تصور تماكي وداك من جهة الهبطة ديال البلدية عرفتي راه مسدودة تما. مسدودة شتاتها هي. الحتابي مصطفى صاحب مقهى مطعم تيتانيك هي الشاطئ. المشكل اللي عندنا هنا في الشاطئ ما تضرينا بزاف والموسم الصيفي هو هذا، وحنا اللي تنشوفوا ان هاد الاشغال هادي راه ما عندها شيء نهايه، ودخلنا في واحد الضياع اللي هو كثير 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 كثير، لان حتى العمال اللي معنا نقصنا العمال، الحلول كامله راه حنا غاديين وهابطين، الناس هادو خصهم يشوفوا من هذه الحاله اللي حنا تنعيشوا فيها. اشغال اللي كانت على حسابنا حنايا كنا عارفين ان 30 شهر 6، ولكن داكشي اللي كنسمعوا حنا دابا واللي قالوا لنا مسؤولين ان يمكن 5 في شهر 8، اذا الموسم راه ما بقاش صافي، الا دخلنا في 5 في شهر 8 راه الموسم ما بقاش. المطالب ديالنا هو ان تسريع هذه الاشغال، الاناره العموميه على الاقل ترجع، يفتحوا لنا الشارع، والاشغال راه كتمشي، راه كاين وسائل اخرى اللي تقدر ان الشارع ما يبقى جاي محبوس، والخدمه راها غادا. اما باش تكون هاد لا ريبتير كامله ديال الشارع وحنا مضرورين وضرينا ونبقاو هكا، واللي كنشوفوا ان راه حتى واحد ما منتبه لهذا الشيء اللي حنا فيه. Là d'abord le mousse qui est, c'est moi comme je parle en français parce que je suis expatrié de France. D'abord nous le problème qu'on voit là c'est par rapport, on est quasiment rentré au mois début mois 7 et je vois que les travaux ne sont toujours pas finis. Du coup il y a quand même, on a vraiment une perte qui est énorme. Le soir c'est inaccessible ici, c'est juste pas possible par rapport vis-à-vis de la clientèle qu'on a. Du coup il y a une perte qui est énorme vis-à-vis de notre commerce hein, quand même, qui on attend justement le mois 7-8 pour pouvoir payer nos charges, pouvoir subvenir à nos besoins. Et là par rapport à ce qui se passe, ça sera juste impossible. Alors il faut qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire et où ça va aboutir tout ça, parce que c'est juste insupportable. Assalamu alaikum. Ana Bouyoun Moujdid. مدام تاعي توفات الله يرحمها، مدام الشقاوي المشاكل عندنا هنا، الطريق مقطوعة والخدمة ما عندي ما نقول، أنا مريض وزادوا مرضونا بهذا الإشغال اللي داروا، المشكل الكبير اللي عندنا وهو غير عندنا هاد الشهور اللي كنخدمو فيهم ودروك كلشي تبلع علينا، تبلعو علينا كلشي والله يعاون. بسم الله. السلام عليكم. حمومي عبد الله رضا صاحب مطعم ومقهى مرزوقة بشاطئ مهدية. دونك حنا من جميع لي ريستوراتور هنا اللي في شاطئ مهدية متضررين واحد الضرر ماشي 100% 300%، لان الطريق مسدوده من جهه
البلدية والطريق الرئيسية كما كتشوفوا راه مسدودة لهي ماشي بلا باريير بالرملة سي ان شونتي ديكلاراسيون دو شونتي وحنا وني المواساد دابا شهر 7 ديال 2017 يعني لي طرافو دابا بداو هادي 3 شهور ونص كان لو ديلي ديالهم اللي حنا قالوا لينا هو 3 شهور باش غادي يساليو دونك دابا راه 3 شهور ونص وعندنا واحد لابيرسو بحال يلاه بداو دونك حنا مني من الاخوان ديالي اللي متضررين في الزنقه الاولى حنا بحال النمله كنخدموا في الصيف بوغ سورفيفغ ليفير با بوغ فيفغ كنبقاو شادين كنتسناو الوقت ديال لا سيزون تبدا حنا مع المغربي تصلح ولا كوت ديالنا تصلح كنا باغيين هادشي ولكن ماشي او ديتريمون ديال واحد 6 المحلات ولا 7 المحلات ولا 8 كل محل فيهم خدم 15 ولا 20 الناس يعني تولي واحد 100 عائله دابا هذه 3 شهور ونص راه جميع اصحاب المحلات وانا متاكد منها 100% لانني انا واحد منهم صرفوا من جيبهم باش يعيشوا هاد العائلات ولكن حنا دابا شهر 7 الدنيا باقا مسدوده كي غادي نديروا واحد القصه راه الجلده وصلت للعظم صبرنا بغينا هادشي يتصلح ولكن انتما كما كتشوفوا امور راه باقا بحال اللي بدات النهار الاول وانا نتمنى من الاخوان ديال الناس الصحافه يجيو عندنا ومرحبا بهم وشكرا كنشكركم على اللي جيتوا عندنا تجيو حتى في الليل تشوفوا ابارتيغ في المغرب يسحب لكم هنا وني سيغ اون بلانيت مارس ما فيها لا ظلمه خاويه وكحله وظلام دونك حنا اللي كنتسناو لاكوت ديالنا تصلح وكنتسناو نخدموا في شهر 7 وفي شهر 8 ها هو شهر 7 غادي وما كاين حتى شي حاله ديال الاصلاح ما كاين حتى شي حاله تقدم كنطلبوا من الجهات المسؤوله السلطات المحليه او السلطات التشريعيه او لا العماله او السيد الوالي او صاحب الجلاله ينظروا فينا واحد النظره رأفه وفهمتي كنطلبوا حنا استعطاف من الجهات باش يرفعوا لنا هاد الضرر حل في اسرع وقت يا يساليو لو شونتي لو بلو فيت بوسيبل يا يحبسوا لو شونتي حتى الشتاء ويعاودوا يعاودوا يعاودوا يدمروا.